واحده مولع الانبوبه في الشارع، الناس طفوها وراح اخوه واخده ووداه المستشفى، هو واخوه حسن، واحد اسمه حسن دوكو، حسن دوكو ده بالميكروباص وداه لغايه البيت، ما يعرفش ايه اللي حصل. بعد كده ابو خد له عمل محضر وعمل له تقارير طبيه، المهم عملوا العيال لاخواتي قضيه واحنا مش حاسين، وده كله ابوه كان بيثبتنا انا جاي احل الموضوع، انا جاي احل الموضوع. بعد كده لقينا ابوه الساعه 12 بالليل قال لك انا مش جاي خلاص، والموضوع وقلنا القانون ياخد مجلس، قومنا محامي اسمه اسلام عبد الله امين، قلنا له قوم بالقضيه، قعد يقول لنا ده انا هجيب لكم حقكم، ده انا مش عارف ايه الكلام دوت. بعد كده راح طلع المحامي واخد منهم فلوس اشتروه، راح قايم ما ثبتش الشهود، رغم ان احنا عاملين الشهود في الشهر العقاري ما ثبتش الشهود في النيابه، والنيابه راحت كانت عامله يومها جلسه ما قالناش عليها ان احنا نحضرها، يعني ولا هو راح ولا احنا رحنا، راحت النيابه محوله القضيه لجنايات، رحنا ليوم المحكمه تحولت لجنايات. استاذ اسلام طلعني من المحكمه بيقول لي انا اللي حضرت الجلسه ديت ساعتها عشان ما يتخفصش على اخواتي. استاذ اسلام ساعتها قال لي انا قلبتها جنايات عشان اجيب لكم حقكم، قلت له هو انت هبل؟ بنفس الطريقه والله. رحت مروحه طبعا قعدت اعيط واقول لاخواتي ده اشتروهم الكلام ده، محدش صدقني. جه بعد كده لما القضيه اتقفلت وخدوا 5 سنين غيابي، بعد كده رحنا ودينا الورق لصلاح يوسف، كنت انا عامله قضيه تمكين، دخلت يوم 25/9/2019 قعدت فيها 15 يوم. بعد اخر يوم في ال 15 يوم راح شنقني بعلم ولادي بشهاده ولادي هنا هو في المكان ده، شنقني نايمنا على الارض وراح رابط عليا الحبل وبالكيس ومركبه على رقبتي وقعد شنقني هنا هو. جه بعد كده راح قال لي عشان اللي يدخل اولاد محمد عبد الرحيم ما بتقدريش تاخدي منهم حاجه، وجه ابوه راح منزلني وقال لي عشان تبقي تاخدي الشقه حلو، نزلني اليوم ده بالليل ورحت قاعده بشهاده حماده ربيع كان حاضر الموضوع ده واسلام اخوه، وروحت بيتي اليوم دوت. وجي بعدها قلت لهم انا مش عايزه منكم حاجه تاني وانا هقعد في الشقه دي اجار ربي ولادي، والناس كانت بتحسن عليا وانا قاعده في الشقه دي. بعد كده بصيت لقيت قعدوا بقى ايه، لا هنقعد في قعده، لا اقعدوا في قعده الديابيه، لا الحماديه. المهم قعدنا عند الحماديه، خد من اخواتي 30,000 جنيه، مضى وصل امانه ومضى تنازل، واخواتي مضوا ومضوا. هو الطريق الطبي طالع اصاباته فين؟ عجز 20% وهو بيمشي زي القرد. عجز في ايه؟ في رجلي الشمال 20%، وهو ده وبيروح المحكمه بعكاكيز. النهارده كان في القسم وفي النيابه من غير عكاز، اثبتوا لي بقى ده ماشي. جه بعد كده راح قايم